وكتير كول اليوم مع عمر التريك مدرب فريق سيدات النادي الرياضي بلعبة كرة السلة أو الباسكتبول. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. لما منقول سيدات ومع رياضة أو باسكتبول منضلنا كأنه متفاجئين، ليه؟ مع أنه خلص درجة هيدا القصة وخلصنا بالموضوع. يعني للأسف أنا كتير بزعل على هذا الشيء، لأنه قد ما عم نكون مجتمع ذكوري إذا بدك مش أخذين حقهم الصبايا بكل أنواع الرياضة. أنا بحس أنه عن جد مش أخذين حقهم. ليه؟ إنف. مش عارف بزمن هلأ حكمين السيدات بمطرح. صحيح. ما بعرف إذا فينا نلوم الميديا، ما بعرف إذا فينا نلوم الليفل تبع يعني أنواع الرياضة اللي عم يلعبوها طبعا، بس عالميا هيدي ولا بس إذا بدك عربيا؟ هلأ عربيا أكتر، بس عالميا موجودة، بس أنه عربيا أكيد أكتر. هلأ أنا بتفهم أنه كمان الانترتينمنت بارت تبع الرياضة مع الشباب بتكون شوي أكتر أو متقدمة أكتر إذا بدك، بس أو كأنه مصدقين بعض الناس أنه الرياضة هي للرجال. مش مزبوط، كأنه مصدقين يعني. إحنا ما مصدق، أنا اختصاصي فيزيكال إدوكيشن أصلا يعني أكيد النساء بمطرح بيكونوا قويات كمان. صحيح صحيح. يعني أنا هلأ فيني سميلك لعيبة بتلعب بالليج اللبناني بنت فيها تلعب بالليج الشباب بسهولة يعني وتبين. طيب حضرتك مدرب السيدات. صحيح. واليوم عندكم ماتش باسكتبول بأرضكم بالرياضة. صح. ضد الهومنتمن. صح. خبرنا بليز وخبرنا شو صار باللعبة الأخيرة. هلا بس بدك تعجل، ما عندنا كثير وقت. بفضل ما كثير احكي باللي صار، يعني باللي صار، لأنه صار يعني في مشكل لازم تخبرنا عنه. مشكل بين الجماهير و يعني حتى بالباسكتبول في مشاكل غير غير الفوتبول. أكيد أكيد بتصير بكل البلدان حتى. هلا اللي صار انه الاتحاد اخذ قرار انه اذا بعد يعطون ربع ساعه انه اذا ما بيخلوا الملعب بيخسروا الجيم 20-0، وهذا اللي صار، ما قبلوا يظهروا وخلص الجيم 20-0 لصالحنا. اليوم الهومنت من جايين على المناره. هلا عم تتراضوا يعني ولا لا؟ هيدي مرحله الاياب. اياب نعم. سو اليوم جايين على المناره هني، واكيد يعني اهلا وسهلا فيهم. نحن تكنيكلي جاهزين. الصبايا جاهزين طبعا. نعم. طب اللاعبات خبرنا عنهم شوي، شو اوضاعهم؟ كيف مفضيين بس للرياضه ولا شيء ثاني عم بيعملوا؟ هيدا في منهم هيك وفي منهم يعني الاكثريه مش حسب ما عرفت. في متزوجات. صحيح. في عندهم اولاد وعيال اكيد. هيدي اكبر شغل يعني بالنسبه لوحده تكون ام. بياخد اسهل شغل قصدك؟ اصعب شغل. اصعب شغل اكيد. بياخد من وقتها كثير، و واحدة منهم أكيد تمارا خليل. عنا يمكن الوحيدة اللي متفرغة للباسكت هي ربكة عائل، كابتن ربكة عائل. سوبر هاي ليفل بلاير، انترناشنال بلاير، بتلعب بكذا، لعبت بكذا بلد بكذا ليج. حلو. بأعلى أعلى ليفلز. نعم. سو ما عندك هيدي الأوبشن كتير للسيدات، لأنه أجل نرجع لموضوع إنه ما في هالقد إكسبوجر، ما عندهم هالقد معاشات عالية، ليج يعني جيم. هذا شيء معلق بالنادي كمان، ما أنت بتنتمي للنادي الرياضي. أنا بنتمي. معاشات العالية مين بيحدد النادي؟ لا. النادي. أو الدعايات يعني. Exactly. تركيز سوشيال ميديا في. سبونسرز بتروحي عم تترجى سبونسرية حتى شو يساعدوا أول ما يعرفوا إنه سيدات بيغيروا رأيهم شوي. بس يعني أول أنا بعطي هون بيج كريدت لتمام جارودي على السعي اللي عم بيسعى لسيدات النادي الرياضي. نعم. بدنا بعد يعني عايزنا بعد، يمكن عايزنا نعلي الليفل نحن كمان ك تكنيكال أكيد. نعم. وبذات الوقت شو اللي بيمنع نعلي الليفل؟ شو اللي بيمنع هذا الشيء؟ يتفرغوا للعبة. مثل الشباب في كتير منهم متفرغين للعبة بس. عشان هيك أكيد بتصير هي صعبة، لأنه بظروف اقتصادية صعبة. أكيد أكيد ما في معاشات قليلة. صحيح. مش هتترك حياتها وتروح تلعب باسكتبول بس. أبدا بتفهم هيدا الشيء. أي. بس يعني عم بيكون يعني ليفل الباسكت للسيدات حاليا كتير عم بيعلى بسرعة، عم بيطلع بشكل كتير. عم نحكي شيء ايجابي هلا. يس. طب بالنسبه للعالم العربي كيف وضعنا نحن باسكتبول؟ من بالمنتخب اللبناني بالدول العربيه نحن نمبر 1. ايه
حلو عظيم. الدول العربية نحن نمبر 1 بآسيا، أكيد عندك الصين هو يعني النمبر 1، وعندك كوريا، وعندك يعني بعدنا شوي مدلف إذا بدك آسيويا. نعم. بس عربيا نحن باي فار نمبر 1. وظهروا لبرا، لعبوا برا أكيد فريق لبنان. أكيد منتخب لبنان هلا بالصيفية كان عندهم استحقاق، ربحوا على تشاينيز تايبي على تايوان. كتير حلو هيدا الاستحقاق، النجاح يعني كمان بشجعهم طبعا، بحسس انه هيدا اللي عم يعملوه. اكيد نحن فخورين فيهم عن جد، يعني مش حكي هيك بس، اللي عملوه الشباب قدروا يعملوه، حتى يعني صاير عم بقول لك الليفل بلش يقرب، بلش كتير يقرب عالميا. قد ايه بتتمرنوا بالجمعه بالنهار بالكذا؟ خبرنا عنه. كل يوم في تمرين، وبنلعب جيم بالاسبوع تقريبا اون افريج، سو خمس ايام بالاسبوع تمرين، 1 داي جيم 1 داي اوف. خمس ايام بالاسبوع تمرين yes. يعني كل يوم كل يوم ما عدا ويكند. يس ويكند نلعب 1 جيم، بعدين نهار الاحد لتسي اوف، نرجع بنبلش نفس الشيء. التمرين كم ساعه؟ ساعتين. ساعتين. وبيتمرنوا كمان، بيروحوا على الويت روم بيعملوا لهم شي ساعه تمرين بالجيم، يعني عم تحكي انت 3 4 ساعات بالنهار، يعني بارت تايم جوب صارت. يعني أنا كتير فخور فيهم أكيد، يعني كمان حياة رياضية مليئة، وزائد أنه مش بس قاعدة عم تعمل بالنادي، لا عم يعني في علاقة ما بين اللي عم يلعبوا مع بعض اجتماعيا وما بين الجمهور كمان. أكيد أكيد. طيب عمر ترك، خبرنا كمان عن الجمهور، وجوده قد ايه مؤثر على اللاعبات واحد، وقد ايه هلأ بتدعي الناس يروحوا يحضروا؟ هو أي حدا بيقدر يروح، أي حدا فيه يروح، فخبرنا تفاصيل بليز. تعوا باختصار بليز تعوا، اي ساعة وشو؟ اليوم الساعة 8:30 بالمنارة. الرياضيين ما بيحكوا كتير كأنه؟ ليه؟ يلا قول اي ساعة ووين وشو؟ اليوم الساعة 8:30 بالمنارة. لا انا اذا ندعي كل الناس يتفضلوا، كل الناس اللي بحب هيدا اللعبة يشجعوا فريقنا. صح، مش فريقنا، خصوصي فريق خصوصي النادي الرياضي، فريقنا فريقه لعمر. ايه يعني ان شاء الله تكون جيم حلوة، أول شيء يستمتع فيها الجمهور، ما يكون فيها مشاكل. أكيد أهم شيء ما يكون فيها مشاكل، ونعرف أن الروح الرياضية لازم نطلعها بهذا المطرح والأخلاق العالية جماهيريا جماهيريا. بالنسبة لأننا نحن جاهزين على الأرض، وإن شاء الله الربح حيكون للنادي الرياضي. عم تشجع الصبايا عم يحضروك؟ مفروض أنا قلت لهم، خبرتهم قلت لهم احضروا، لانه اللي ما راح تحضر بدي اسال كم سؤال حول النص. شو راح تقول لهم هلا؟ كيف راح تشجعهم كمدرب؟ اكيد راح اقول لهم انه انا ثقتي فيكم كثير عاليه، وانا مؤكد انه انتم راح تعطوا، راح تبذلوا كل المجهود اللي عندكم اياه. ما تفكروا ببكره، نخلص الجيم اليوم. نعم. والاتحاد قد ايه بيدعمكم بمطرح؟ بيدعم النساء يعني؟ أنا بصراحة طالب شوي أكتر، لأنه يعني حقيقة يعني جيم واحد أو جيمتين كل السنة بيتصوروا يعني لايف على التي في، هيدا طالب أكتر. إيه أكيد، يعني أتليست جيم أو جيمتين يكونوا على التي في. هلأ يعطيهم ألف عافية، السنة الاتحاد عم بيحطوا الجيمات لايف على فيسبوك، وصار في ستاتستكس، قبل هيك ما كان في ابدا ولا ستاتستكس ولا. هلا اي جيم عم فيهم الناس يشوفوه مباشر عبر فيسبوك على الاتحاد، على صفحه الاتحاد. صح، حلو كمان يعني. الناس لازم تعرف اذا جاي على بلد تابع. اكيد اكيد اكيد. نعم، كل قرايبيننا بكندا بامريكا بدبي عم بيحضروا وعم بيتابعوا، بس بنفضل اكثر هيك اجواء الملعب تكون احلى لما تكون مليانه. نعم. طيب السؤال الاخير هو شو عنا جاي بالايام الجايه غير اليوم؟ هلا نحن بمرحله الاياب، بنخلص ب 10 فبراير، بيكون عنا ذا تافست جيم مفروض ضد نادي بيروت، يلي سبقوا خسرونا اول جيم بالمناره. حنرجع نروح لعندهم على ملعب الشياح، وان شاء الله هيدا هو الجيم اللي رح يكون الفاصل، مين حيكون الاول مين حيكون الثاني. نعم. ديورينج ذا سيزون. على كل حال نتمنى لعبه حلوه. ثانك يو. وذكيه وجمهور رائع. ثانك يو. وبنشد على ايدكم، وبتمنى لكم التوفيق. اهلا وسهلا فيكم.